كلنا ودنا وقت التصوير فلوج أو وقت السفر يكون عندنا كاميرا صغيرة. وبالضبط سوني خلال الفترة هذه الظاهر قاعد تقرأ الأفكار المصورين أو إنه قاعد تشوف آراءهم. جت شركة سوني انتجت كاميرا جديدة ادمجت أحجام كاميراتهم الفلوج مع سناسر كاميراتهم السينمائية مع البروسيسر اللي راكب على كاميرات الألفة، وخذت مميزات شاشات اللمس الموجودة على الأجهزة الذكية ودمجتهم كلهم في كاميرا واحدة اللي هي الحلوة هذه ZV-E1. حياكم الله متابعين الكرام وين ما كنتم، معاكم علي جعفر كل الشكل شركة AAB World مع شركة سوني ان اعطوني هذه الفرصة ان اتكلم عن اول انطلاقة حق كاميرا اللي هي ZV-E1، وان اكون انا تقريبا المحتوى العربي ويقول تجربته من خلال استخدام هذه الكاميرا. اول شيء الكاميرا هذه تعتبر من الكاميرات الهاي اند حق الفلوجر، سووا الفاسيلتي اللي فيها والاوبشن الموجود داخله حق الفلوجرز، لكن هاي اند ليش؟ كاميرا فول فريم. ثاني شيء الكاميرا تصور 4K 60 فريم بير سكند، وطبعا الابديت اللي جاي راح تصور 120 فريم بير سكند. الابديت اللي جاي خلال الاشهر القادمه، لكن من ناحيه الفوتو تصور 12.1 ميجا بكسل. بس لازم نعرف شغله، ان فكره الكاميرا هي لاين حق الفيديوغرافر، لكن من حطوا لك ان تقدر تصور فوتو عشان يخدم المصورين الفلوج ان يكمل الستوري ماله من خلال التقاط بعض الصور حق اللوكيشن حق المونتاج حق اي شيء هو وده يصوره كتوثيق من ناحيه التصوير الفوتوغرافي، بالاضافه الى ان حطوا فيها بروسيسر اسرع من البروسيسرات السابقه بثمان مرات، وحطوا فيها شيء جديد AI الذكاء الاصطناعي. هذا الشيء من جربته راح تشوفونه معاي شيء قوي. الذكاء الاصطناعي اللي موجود داخل الكاميرا ZV-E1 شيء ابهرني. فمن هنا بنقارن هذه الكاميرا كحجم، ان كاميرا تعتبر فول فريم، حجمها جدا مناسب. خلينا نجيب الجهاز اللي هو ذكي نشوف، لو نحطهم شيء نوقفهم من بعض اصغر من الهواتف في الذكية. انزين طبعا خلنا من السماكة، لكن كحجم اصغر. الشاشة فليب خصوصا حق الناس اللي يحبون يصورون الفلوج انه يقدر يشوف نفسه، هذه الميزة وايد مهمة انها تكون موجودة داخل الكاميرا. اول خاصية حبيتها هي البوكيه افكت. شنو هو البوكيه افكت؟ نسوي تيست مع بعض ونشوف شنو هو البوكيه افكت. نشغل الكاميرا تشغيلها نفس اي كاميرا ثانية، انزين نسوي ريكورد وراح نشوف فيه على الجنب عندنا الخاصية اللي هي البوكيه. مجرد ان انا اضغط فيصير عندي ايش كثر انا ابي ابين الباك جراوند معي. خلينا نشوف مثلا هذا هو الباك جراوند، انزين معزول صح. الحين اسوي كلير وضح معي الباك جراوند. فهذا الاوبشن موجود بالكاميرا جدا جميل، ان انا اذا مثلا بصور معي شخص وكذلك ما ببين الباك جراوند شنو هو، بس انا وياه احنا جروب نبي نبين كلنا نطلع في الفريم، لكن نفس الشيء ما ابي الباك جراوند. فبهالخاصيه انا اقدر اتحكم في هذا الافكت. لا شيء جميل. اما الشغله الثانيه، هذه الشغله وايد من المصورين خصوصا الريفيور راح يستمتعون فيها. عادة احنا من نصور ريفيو مثلا حق هالكاميرا ويا قرب كذي، انزين وارجع لورا ممكن يضيع معاي الفوكس، انزين يروح ويرجع، انزين حطوا خاصية اللي هو البرودكت شوكيس. شنو هو؟ خلينا نسوي تيست عليه عشان نشوف مع بعض شنات. يعني مثل ما واحد يقول لك اخذ الكاميرا وعيش، عدل الفريم. هذه الكاميرا هنحطها هني قدامي، تمام. جيت الحين قمت اسولف وراح اتكلم اليوم عن الكاميرا، واحده من الكاميرات كاميرتي القديمه تبع سوني، واسوي كذي حلو صح، واتكلم عن الاوبشن الموجود داخل الكاميرا، بعدين اقول والله هذه الكاميرا عجبتني.
هذه سافة البرودكت إنه مجرد إن أنا أرفع وتأخذ الفوكس على الشيء بعدين أنزل، هذا بحد ذاته إنجاز. العادة إحنا نضطر نسوي التراك. إنزين هنشوف، هنجرب ساعة، والله بتكلم عنها الساعة. صار الفوكس عليها، رجع الفوكس عليه. لا سريعة. إنزين شنو التحدي؟ إيه تحدي، والله سريع على الكاميرا ما شاء الله. فهذه الشغلة وايد قوية في الكاميرا، اللي هو شلون تعرف البرودكت اللي احنا قاعد نصور فيه. فنشوف ها اوكي صادت البرودكت. اما الشغلة الثالثة اللي حبيتها في هذه الكاميرا وشيء جديد بهالكاميرات اللي هي السينماتيك فلوج مود. شنو هو السينماتيك فلوج مود؟ يعطيك انه يعطيك خاصية السكوب، انك انت تصور بخاصية السكوب اللي هو اللاندسكيب، لكن راح نشوف فيه فوق في الكروب، بالإضافة إلى أنك تقدر تتحكم بالسكين تون وتقدر تضيف بعض الألوان على السينز اللي أنت قاعد تلتقطها في أثناء التصوير. أما الشيء الرابع اللي راح نتكلم عنه هو التراك، هذا قصة ثانية. طبعا التراك فوكس في هذه الكاميرا جدا قوي. احنا انتقلت وصورت داخل النادي عشان بشوف ايش كثر هو يقدر يسوي تراكينج مع الموضوع اللي احنا قاعد نصوره. كانت النتائج جدا مبهره، انه فعلا يظل الكاميرا ماسكه على الموضوع اللي انا قاعد اصوره. في عندي خيارات حق التراك، اني انا بسوي تراك تكرمون حق حيوانات، لو انا اسوي تراك حق طائره، اتوقع التراك حق الطائره لان الطياره وايد سريعه، فعشان كذي انه كثر سرعه الفوكس. الاستبلايز داخل الكاميرا، طبعا الاستبلايز داخل الكاميرا صورته اني قاعد اصور بالنادي من غير ستراب، قاعد اصور المدرب من غير ستراب، من غير جيمبل، من غير اي شيء. شفت النتيجه تبع الكاميرا مذهله. الكاميرا هي بروحها قاعده تضبط نفسها وقاعده تعير نفسها على حركتك. طبعا زدت في الحركه، يلا بدا معاي يبين في اكو شيك، لكن ككاميرا ان الشيك اللي قاعد يصير معاي من غير لا ان انا يكون عندي جيمبل وانا قاعد اتحرك واروح وامشي وارجع، الاستبلايز مالها جدا عالي. مو بس كذي، جيت وقلت خل اصور داخل السياره. داخل السياره عاده ان الشوارع ما تكون سموث وايد، فتكون في هزه داخل السياره. فمن صور داخل السياره اللي قاعد يصير خلنا نبطل الطريقه. انزين انا قاعد اشوف ايش كثر هي قاعد تكون الاستبلايز الكاميرا، خصوصا ان انا الحين مو جاي شيء، الارض قاعد تهتز. انزين نشوف ايش كثر هي استبلايز الكاميرا، زائد ان انا مشغل القهوة المايك انه يكون دايركشنال علي، مع انه صاير تحت الحين لان انا مسوي او انه قالب الكاميرا. نبي ندشتي كلوز، حتى الفوكس الحين ثابت نايس، حبيت. انزين ليش ما ارفع الفريم؟ شوف الحين انت تدلع، بس طبعا لا تسوونها وانتوا قاعد تسوقون. انزين بس انا قاعد اوكي قاعد اسوي تيست، تمام، بس قاعد اسبق على الجيم عشان اسوي تيست حق الفريم. عدلنا الفريم، طبعا هذا تقدر كلك تستخدمه. انزين انه تسوي قطعاتك. كان الاستبلايز وايد قوي، مجرد ان انا سويت السينماتيك مود خليت الموضوع وايد ايزي. اخترت انه يكون عندي عزل، اخترت ان المايك يكون يشتغل ان القهوه الدايركشنال، انه مجرد يلتقط صوتي وبديت امشي. ما كان في عندي الاهتزاز الواضح بالكاميرا، مع ان انا حاطه على الاستيكات الراكبه على الجام وانا قاعد امشي، فهذا قاعد يعطيني بنفيتس ويخليني ان انا اصور بافكار اكثر. انزين بالريحية اكثر، يكون عندي معدات اقل، فما احتاج يكون معاي مانع اهتزاز، فهذا البنفيتس الموجوده فيها شيء وايد. اما الشغله الجديده اللي موجوده في الكاميرا اللي هي الاوتو فريمينج، هذا شيء جبار داخل الكاميرا. طبعا نفسي شيء جربته على نفسي وانا قاعد اتحرك، جربته ان انا قاعد ابي اربط الجوتي، ان اقول حق الكاميرا يلا صوري، تمام. طبعا انا عندي كذا، حتى ليفل الكروب، فريمينج، تراك، السبيد، انت ايش كثر تبي تكون سرعته حق السبيد عندك، حتى نوعيه الكروب اللي انت تبيه، زائد الاوتبوت على الاتش دي ام اي. احنا راح نسوي السيتنج الموجود بالكاميرا، ما راح اجيسه. التراك على النص، ايوه تمام، طق ريكورد. فالحين شوفوا نزل، انزلت معاي الكاميرا، قاعد اسولف وقاعد اقول والله
هذه هي الكاميرا كذي مميزاتها كذي الاوبشن مالها خوش كاميرا. طبعا هذه كاميرتي القديمه من سوني اللي هي الاي اس 2. ننزل واحطها ارفع انزين بي واسوي كذي بالضبط. هذه الحركه تسويها انت في الاديت، فبالضبط انت كانك حاط برنامج الادوبي بريمير او اي برنامج اديت داخل الكاميرا وانت قاعد تسوي هذا الكروب، وقاعد تسوي انك انا قاعد الحق الموضوع اللي احنا نسميه داخل كاميرا السوني اللي هو الاوتو فريمينج. اما الدايناميك رينج الخاص في هذه الكاميرا هو 15 ستوب، اما بما يخص الالوان فهي تصور 10 بت 422. فهذه اهم الشغلات اللي انا عجبتني في هذه الكاميرا وفعلا فعلا حبيتها. اكثر شيء عجبني هو موضوع الذكاء الاصطناعي الموجود داخل هذه الكاميرا. نيجي نتكلم عن اخر فيجر سريع في الكاميرا. طبعا الكاميرا انك تقدر تركب عليها مايك خارجي تشحن عن طريق اليو اس بي تايب سي، تقدر تركب عليها مونيتر خارجي من خلال الكيبل مايكرو اتش دي ام اي، عمر البطاريه اكثر، شاشه العرض مناسبه جدا وحجمها كبير، بالاضافه ان شاشه العرض الموجوده في هذه الكاميرا لمس بالكامل من المينيو الى التصوير الى الاعدادات الى الفوكس، كل شيء تقدر تسويه من خلال شاشه اللمس. بالخلاصه تعتبر كاميرا زي في اي 1 هاي اند كاميرا حق البلوجز بالمواصفات اللي عرفناها بالاوبشن اللي احنا عرفناه بالفانكشن الموجود. طبعا الفانكشن الموجود لو بتكلم فيه راح اخذ دقائق اكثر وممكن اتكلم واشرح اكثر عن الكاميرا، لكن انا لخصتها باهم النقاط اللي انا شخصيا عجبتني داخل هذه الكاميرا. كل الشكر لشركه اي بي وورد وشركه سوني ان اعطوني هذه الكاميرا وان اتكلم عنها واسوي ريفيو كامل عن هالكاميرا، خصوصا ان اليوم هو انطلاق هذه الكاميرا اللي هي زي في اي 1. نجحوا في هذه الكاميرا ونشوفكم على خير في حلقات جديده، بس لا تنسونكم تسوون سبسكرايب ولايك وشير، واذا في عندكم اي استفسار او سؤال حول الكاميرا تقدرون تكتبونه تحت عندي في الكومنت وان شاء الله نسوي عنها حلقه معينه لخص معظم الاسئله اللي انتم حابين تعرفون اكثر عن هذه الكاميرا في فيديو مختصر نجاوب على كل هذه الاسئله، ونشوفكم على خير. مع السلامه.